الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. السيدات السادة الحضور الكريم، يشرفني ويسعدني كثيرا المشاركة ضمن مراسم هذا الاحتفال البهيج التي يتوج نهاية الموسم الدراسي 2022-2023. الحافل بالمجهودات والتضحيات القيمة المبذولة من قبل جميع الأطر التربوية والإدارية، وبمواظبة واجتهاد جميع التلميذات والتلاميذ على التحصيل الدراسي الجيد دون إغفال الدعم للأسر للآباء والأمهات وأولياء هؤلاء التلاميذ في تحقيق نتائج دراسية جيدة وإيجابية. هذا وإن احتفالنا اليوم والذي أشرفت على تنظيمه مصالح هذه العمالة تنسيق مع قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبإسهام كل من مقاطعتي منسيق وسبتة، وكذا مختلف الشركاء من جمعية المجتمع المدني وشركة لديك، وما هو إلا مبادرة قيمة من أجل تتويج مجموعة من التلميذات والتلاميذ المتفوقين في مختلف الاختبارات الإشهادية بجميع المستويات الدراسية بالقطعان العام والخصوصي، سواء تعلق الأمر بالسلك الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي. هذا بالإضافة إلى متدربي قطاع التكوين المهني والمستفيدين من مختلف التكوينات بمدارس الفرصة الثانية للجيل الجديد التي تشرف عليها كل من جمعية الإكرام وجمعية ساعة فرح وجمعية الأكاديمية الاجتماعية، وكذا بعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما أن هذا الحفل يعتبر مناسبة للاعتراف وتكريم بعض الأطر التربوية المحالة على التقاعد، عرفانا منا بالمجهودات التي بذلها والتضحيات التي قدموها لفئات الناشئة إلى غاية إنهاء خدمتهم بعد مسيرة طويلة وموفقة حافلة بالمردودية والعطاء في المجال التربوي. ولا يخفى على الجميع، وانطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والقاضية بالنهوض بالمدرسة المغربية بمختلف أسلاكها ومستوياتها الدراسية، حيث دعا جلالته في الخطاب السامي بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش المجيد إلى إعطاء دفعة قوية لبرامج تدمع التدرس ومحاربة الهضم المدرسي، بما في ذلك برنامج تسير للدعم المالي للتدرس والتعليم الأولي والنقل المدرسي والمطاعم المدرسية والداخليات، وكل ذلك من أجل التخفيف من التكاليف التي تتحملها الأسر ودعمها في سبيل مواصلة أبنائها للدراسة والتكوين. لذلك فإنه بات من الضروري دعم النشيئة من أجل الدراسة والمطابرة وتسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق ذلك، وفي إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 الرامية إلى الرفع من برامج التربية غير النظامية ومحاربة الهضم المدرسي بكل إشكاله، فقد بات من الضروري مواصلة العمل وتكثيف المجهودات من قبل جميع المتدخلين من سلطات محلية ومنتخبين ومصالح خارجية وفعاليات المجتمع المدني، بالإضافة إلى باقي الشركاء بالقطاع الخاص من أجل الرقي بالمستوى الدراسي على مستوى هذه العمالة وتحقيق الأهداف المتوخاة والنتائج المحمودة من قبل جميع التلاميذ والتلميذات دون إغفال الدور الطلائعي لقطاع التكوين
المهني عبر المؤسسات التكوينية المتواجدة بنفوذ هذه العمالة. السلام عليكم سيدي بسم الله الرحمن الرحيم. رضوان الحسني رئيس مصلحة تأثير المؤسسات التعليمية والتوجيه بالنيابة عن السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية والتنمية والتعليم الأولي والرياضة بالمسيح. اليوم كنحتفلوا كالعادة ككل سنة بمقر أعمال مقاطعة المسيح وتحت الرعاية الفعلية والحفظ للسيد العامل لأعمال مقاطعة المسيح. كنحتفلوا بالتلميذات والتلاميذ المتفوقين والمتفوقات في مجموعة من الأسلاك في البكالوريا وفي السلك الإعدادي.